بناء على الادراك الذاتي والاعتقاد الذاتي. يعني ايه الاعتقاد الذاتي يا شباب؟ الاعتقاد بشكل عام هو اعتقادك عن تحقيق النجاح. بينقسم الاعتقاد عن تحقيق النجاح الى حاجتين. بينقسم الاعتقاد في تحقيق النجاح في الاعتقاد في النفس الى حاجتين. ادي الشخص اللي عاوز ينجح، وانا زعلان ودي اللي عايزه تنجح. نقدر نهدر المرأة حقها؟ احنا نقدر. الشخص اللي عاوز ينجح عنده حاجة اسمه اعتقاده عن النجاح. اعتقاده ايه؟ عن النجاح بالظبط. الاعتقاد عن النجاح بيتقسم جزئيتين بسرعة عشان نكمل، ده جزء مهم جدا. اعتقاده عن النجاح يا اما الاعتقاد في الذات، يا اما بيعتقد في الذات، يا اما بيعتقد في الاشياء. يبقى الاعتقاد بيتقسم لقسمين، يا اما اعتقاد في الذات، يا اما اعتقاد في الاشياء. بالنسبه للناس اللي هتخرجوا من القاعه دلوقتي نرجع تاني، يبقى الاعتقاد في الذات والاعتقاد في ايه؟ في واحد يعتقد في الذات يقول استطيع، يقول انا استطيع النجاح. واحد تاني يقول لك ايه؟ لا استطيع النجاح. وفي واحد يعتقد في الاشياء مش بنفسه، فيقول هذا الشيء ممكن. يبقى بيجيب قدراته بناء على ذاته ولا على الاشياء اللي بيحاول يعملها؟ على الاشياء. المصنع ده ممكن، المنتج ده ممكن، الشيء ده ممكن، مش كده؟ تعتقد عن ذاتك ولا عن الاشياء؟ ها؟ تعتقد عن مين؟ عن الذات. طبعا. يبقى هناخد الذات، يبقى الاعتقاد اول نوع ايه؟ الاعتقاد فين؟ بالذات. اعتقادك في الذات. تعالوا نشوف ثلاث معادلات بسرعه، اسمعوهم بعد كده ننهي المحاضره يا حبيبي. لو الناس مضبوطين في الوقت. الناس ماشيين طيب. ثلاث معادلات. المعادله الاولى ما هيش لسه معادله النجاح، بس تعالوا نشوفها مع بعضينا. المعادله الاولى بتقول ايه؟ اول معادله في النجاح بتقول ايه؟ لو قلنا على ده ايه وعلى ده بي، وده 1 اللي هو استطيع، و2 اللي هو لا استطيع، والايمان بالاشياء اللي هو بي ممكن اللي هو 1، وغير ممكن الشيء يبقى 2. وتعالى ناخد المعادله رقم 1. اول معادله بتقول A1 بلس او A1 بلس B1 إيكوال A1 أنا أستطيع مع شيء ممكن إيكوال إيه؟ لا مش نجاح. تخيل كده يا أحمد، نجاح يا أحمد، مش أنا أستطيع وهو شيء ممكن؟ آه. هقول لكم على جملة، حياة بلا طعم. حياة بلا طعم، حياة مش جميلة. ليه بقى؟ هو ما بيعملش غير الحاجة اللي يقدر إيه؟ يعملها. وكل الناس هي كمان إيه؟ ممكنة. هي كمان ايه؟ ممكنة. يعني عايش زي اي شخص في الدنيا. طالما هي حاجة سهلة هيعملها، حاجة صعبة ما يحاولش يعملها. ده ما يبقاش نجاح، ده ما يبقاش مجهود. عمر النجاح في حياتنا ما يكون قوي وجميل الا لما يكون ضعف التعب والمجهود والبذل، مش كده يا شباب؟ طب المعادلة الثانية بتقول ايه؟ المعادلة الثانية بتقول A2 يعني ايه؟ لا استطيع. برافو عليك. بس بي 1 ايكوال بي 1 اللي هي ايه؟ يعني بيقول انا لا استطيع مع اشياء هي اصلا تساوي ايه؟ ضياع فرص. ضياع فرص. بيضيع فرص حياته وعشرات والاف الشباب في العالم بيعيش اللحظه دي. عارف يعمل ايه؟ يلاقي اعلان
عن شغل. الواسطة. بعدين من فجأة واحد صاحبه راح يشتغل في نفس المكان اللي كان حاطط الإعلان يتكلم. أيوه عملني الفرصة دي. عشان هو آمن وقال لك إيه؟ أنا لا أستطيع. بالرغم إن الشركة دي كان ممكن عشرات ومئات الفرص بتضيع منكم في حياتكم يا شباب من غير ما تاخدوا بالكم بالبناء على المعادلة دي اللي بتكون في اعتقادكم عن ذاتكم، اعتقادكم عن نجاحكم. تيجي فرصة إني أحصل على شيء كبير في حياتي. أقول إيه؟ لا ما أقدرش. بالرغم إنك لو بذلت جهد هتوصل. تيجي فرصة تعمل مشروع مع حد من صحابك، لا لا ماليش في التجارة ما أقدرش أعمل مشروع بنفسي. خلينا اشتغل وخلاص، خلي حد يوظفني. تلاقي ضيعت فرصة منك. اوعدوني ان المعادلة دي ما تعملوهاش. لما تلاقي فرصة تجيلك لحد عندك قول الفرصة دي جاية لي أنا بس. لما تقرا حاجة في جورنال ولا حد يقول لك تعالى في أمل تحقق شيء في موضوع تعالى. تقول أيوه الجورنال ده كتبوا فيه الإعلان بتاع الوظيفة دي ليا انا بس. يعني الناس اللي اعلنوا الجدار عشان مين؟ عشانك انت بس. ما تقولش بالواسطه، ما تقولش الجدار حتى قريبه هناك، ما تقولش الكلام اللي بيحبطك ده. احنا اتفقنا بليل الاحباط. انتوا شباب الامل مش الاحباط، انتوا شباب المستقبل والايجابيه مش الياس. انتوا الروعه. طب المعادله الذهبيه بقى رقم ثلاثه هعيدها بسرعه علشان الناس اللي لسه جايين القاعة دلوقتي يركزوا معايا ويعرفوا انا كنت بحكي في ايه. موافقين ولا مش موافقين؟ موافقين ولا موافقين؟ عشان نبقى كلنا مستفيدين مع بعض. يلا كل الناس اللي جم جداد يركزوا معايا، هرجع لكم في الدقيقة. ماشي؟ ده الموضوع اللي اتكلمنا فيه. تعالى بقى. احنا قلنا ان اعتقاد الشخص عن نجاحه جاي بناء على ايه؟ يعتقدوا في الذات، يعتقدوا في في ناس بيميلوا في حياتهم على اعتقادهم في ذاتهم، في ناس يميلوا على اعتقادهم في الاشياء. الناس اللي بيميلوا للاعتقاد في الذات بيتقسموا نوعين. ناس دايما يقولوا استطيع، وناس دايما بيميلوا للذات بس لا استطيع. النوع الثاني اللي بيميل الى الاعتقاد في الاشياء نوعين. هو كمان نوع يقول لك الشيء ممكن، ونوع يقول لك هذا الشيء غير ممكن. عارفين انتم تلاقوا حد من صحابكم كده متشائم دايما. تيجي نعمل كده، لا لا مش هينفع. طب تيجي مش عارف نيجي ليه؟ ما هتلاقي المحل قافل. طب تيجي مش عارف نخرج مش عارف ليه؟ لا خروج ما مش هتنبسط. طب تعالى نقعد نذاكر شروط يعمل هنيجي حصل مش هنرجع مع بعض. طب خدوا ده خدوا، بس طبعا ما تعملوش الكلام ده، ده تاخده تطلع على اي دور كده وخد ما حد يغمض عينك عشان هتلعب شويه في الهواء. اوعى تعمل كده غلط معاك. بس اوعى حد يحط السلبيه والاحباط والتشاؤم في قلوبكم يا شباب، اوعى تعملوا كده. طيب فاول معادله قلناها بعدها تاني اللي لسه جايين اهو يلا بعيد. اول معادله ايه هي؟ اول معادله بتقول A2 عفوا A1 زائد B1 نجاح مع شيء ممكن، انا استطيع مع شيء ممكن، مالوش دعوه بلا فعل. طب المعادلة الثانية برضو اللي مش عايزينها ايه هي؟ A2 يعني ايه الذات بيعتقد في ذاته ان هو ايه؟ لا يستطيع. يعتقد في ذاته ان ذاته ايه؟ لا يستطيع. زائد مين؟ B1 في شيء اصلا هو ايه؟ ممكن. في شيء اصلا ممكن. تساوي ايه؟ ضياع فرص. ضيع فرص من حياته. طب المعادلة الذهبية بقى الثالثة اللي هي المعادلة الأهم بتقول إيه؟ المعادلة الذهبية اللي هي معادلة النجاح. ماشي؟ معادلة النجاح بتقول برافو عليك يوري بي عب قولي بي إيه أخبطتني؟ ماشي إيه؟ وان يعني إيه؟ أنا استطيع. يعني ايه؟ قولوها تاني. انا استطيع. كمان مره. انا استطيع. روعه، برافو عليك. بلس الله عليك روعه. الشيء ايه؟ الشيء ايه؟ فاحوله الى
النجاح الإبداعي والسعادة. فأحقق إيه؟ النجاح الإبداعي والسعادة. لأن النجاح العادي ممكن ما يكونش فيه سعادة لأن كل الناس تقدر تعمل هذا الشيء. أما لو أنت قدرت تحقق نجاح يا شباب في شيء محدش قادر ينجح فيه والناس بيقول لك صعب نعمل الشيء ده، يبقى أنت نجاحك نجاح إبداعي وتستشعر إيه؟ السعادة في حياتك وفي نجاحك. مين يوعدني هتكون المعادلة الذهبية رقم ثلاثة هي فكر شباب الجامعة الرائعة وكل الناس اللي حاضرين معانا في هذا المكان؟ مين يوعدني المعادلة دي؟ مين يوعدني تبقى المعادلة دي هي حياته؟ ها؟ واللي مش رافع ايده ارفع 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 ايده ايده ارفع ايدك. ليه؟ المعادلة دي هتقول لكم على حاجة هتفاجئوا بيها. ما في جملة من المعادلة دي. ما في بطل إلا جيب المعادلة دي. ما في بطل غير جيب المعادلة دي. ما في شخص حقق نجاح غير بالمعادلة دي. ما في شخص عمل اختراع غير بالمعادلة دي. ما في شخص أبدع في فن من الفنون غير بالمعادلة دي. ما في عالم من العلماء أنجز شيء علمي فوق الخيال روعة غير بالإيه؟ بالمعادلة دي. قال أنا وإن قالوا فأحول الغير ممكن إلى ممكن فأحقق النجاح واستشعر في حياتي. حلو نفسك. رأيكم أديكم هدية أغنية تقول لكم أحبوا العلم؟ أديكم هدية أغنية أكون أنا اللي كاتب كلماتها. دي حقيقة على فكرة، دي حقيقة. أنا عملت أندت أول ألبوم غنائي في العالم بيتكلم عن التنمية الذاتية والنجاح. دي حقيقة. أندت أول ألبوم في العالم 14 أغنية. شوفوا يا شباب، أنا شخص محب وأعشق النجاح والتنمية الذاتية لهذه الأمور الإسلامية، مش كده؟ أحب حاجة اسمها نجاح، أحب حاجة اسمها أمل أزرعه في قلوب الشباب، بلف العمل كله عشان الموضوع ده. طيب، في نفس الوقت هي مهنتي، هي وظيفتي. فرنسا، البنوتة عندها 15 سنة، عملناها في باريس، في مدينة جنب باريس اسمها إيفري كونتور. ودخلنا استوديو سجلنا وتلحين وتوزيع وعملت لك اغنية بتاعتها من اروع ما يكون. هسمعكم حاجة خالص بس في بشرة هبشركم بيها. مش انا المطرب. اطمنوا عشان بس ما حدش يقرا كده يقول لك كمان هيغني لنا. مش فاهمين هو ستاند اب ولا تنمية بشرية ولا منشور ولا هيبقى مغني كمان. يا رب واحد زي الفل. فده السبب ان انا اي شيء بيساعد الشباب انه ينجح بحاول اعمله له طالما في مهنتي وحرفتي. الحمد لله عشان كده الحمد لله حققتها. الحمد لله انا عند ربنا نجحت كبير وسبب حبكم ليا. الحمد لله.